صباح الخير عليكم، كي دايرين؟ عيد مبارك سعيد، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. كيف ما كتشوفوا حنايا يعني جبنا الخروف مذبوح، حيت هنا ممنوع علينا باش نذبحوا هنايا، كنديوه لواحد البلاصة ويلاه جابوا يونس مقرد طروفة كبار، وحنايا عاد غادي نقسموه لطروفة صغار. خليوكم معنا حتى الاخر ديال الفيديو. السلام عليكم، صباح الخير، كي صبحتوا؟ عيد مبارك سعيد، عيد وتعاودوا باش كنتمنوا ان شاء الله بالصحه والسلامه وطول العمر. عيدكم مبارك اخوتي، تعيدوا تعاودوا باش كنتمنوا ان شاء الله. اليوم فقنا قطعنا الهم الخروف ديالنا انا واشواق، وكانت في الدقه وبدينا كنوجدوا الفطور ديالنا. المهم نحاولوا نصوروا لكم داكشي اللي درنا ان شاء الله، نتمنى يعجبكم وعيدكم مبروك. ما تنساش شوية فوق شوية، احنا تنشبو واحد الشوية داكشي، يا سلام. واخا راه حمقنا هاد الفخر عاد باش تشعل، قلت خليكم معنا وما تمشيو فيه، خليكم غادي نشدو لكم داكشي اللي دوزنا ان شاء الله النهار اليوم. وعيدكم مبروك، تعيدو تعاودو. شوفوا كاين شي اضافه، شي جديد. خليكم معنا اخوتي، حنا خارجين. هاي ديك السوا ديال العيد، ها شنو هي السوا ديال العيد؟ واخا ما بعيناش مزيان، المهم حديت الشنطي. المهم حنا غادي نمشيو لواحد المول، ما عمرنا عطيتي لي انا الرزقه ما كنبقاش، ما عمرنا ما دينا كلشي. انا اخوتي باش شوري جاوا ينس طحت هادي، بغيت نشوف. المهم اخوتي خليكم معنا، نمشيو ندورو شي شويه. ياك اشوق فينا نمشيو؟ من بلا ما تقول لهم خليكم تكتشفوا معنا. بيس خويا. ضربي فيكتوريا، ضربي فيكتوريا.
الكروجي وصلنا كنا خايفين نخافوا هاد البوادي حيت هذا هو اكبر واحد هنا في هاد المدينة خصو يكون سهل بسبب هاد الفيروس ديال كورونا ولكن راه بان لي بنادم راه كيتحرك على رجليه وماشي على يديه ماشي على راسنا ماشي على راسنا وحنا نديرو الكوفي واحد الجولة ندير لكم واحد الجولة صغيرة ان شاء الله زوينة هادي كافي سرا هادي كافي تصورني تصورني وشنو كندير جاي راسي على لي زاكسيسوار امشي هاد النهار اشواق مبليه بالحوايج خصها تشوف الحوايج فين باش تشري شواق شنو بغيتي شنو كتقلبي علاش كتقلبي جبني راسي ولكن اخوتي غير لامارك انا غادي نغني هاد الليلة غنغني بالقيطار هاتوما لي فيست اسعار ممتازة ماشي صفر بزاف هالبحر اجي تشوفي هذا زوين صراحه خوتي هادشي هادشي واعر واعر راه الا جيت نصور لكم المحل كامل راه هادشي ديال البنات راه مازال تشوفوا ديال الدراري
اقسطن مغاربه قولوا ما كاينش القهوه تقولوا ما كاينش وما مخلص ها واحد العبايات بغيت نصور لكم الاثمنه وداك الشيء حتى اللي عندهم الاثمنه زعما بحال تاع الاثمنه اللي كيديروا داك الشيء بشحال 1500 هي بحال هادشي 78000 غير العبايه وحده يعني عادي شي حاجه بسيطه كاين وحده ها انتم 500 درهم 500 درهم 50% يلا 500 يعني بحال زبد 30000 بزاف كنقلبوا دابا على شي عبايات الاشواط باقي شي محلات سادين بحال هادو شي محلات بحال دابا غدا هذاك ساد صباحنا تندورو وما درناش كامل اسواق هياس عينا ما قلبوا على واحد الفيست قال بغات تشريها ودرا باش لقيناها واخيرا انا هيات وقلب عليها بابا الحلو ما بقيتش الحلو كاين ماشي مشكل تاع داك السيز واو دابا تشوفوا ان شاء الله دينا نوريكم باش نشارك معكم المشتريات اللي شرينا حيت كنت غادي نبقى نشارك معكم داك الشيء اللي شريت وان شاء الله كنتمنى يكون عجبكم الفيديو صور لهم واحد انا كندير واحد البوست بعد القهوه غنصور تفتح لي التليفون من هنا شوفي غادي يوقع اخوتها اخيرا وصلنا للدار غادي تشوفوا اشواق رجعت للطبيعه حيت لي لونتي الصراحه والله الا عيني حسن ياك ديالك طبيعيين جبنا نبدلو اللي حسنا كتجينا الصيغه خاصني شحال شرينا المهم غادي نوريكم شنو خديت اشواق خدات المول كامل كنت ديت عليك كنت شريت كثر اللي شافو كيقول لي شريه كنقول له بركه لا شري هذا واللي دايرين عروض صراحه في الماركه حوايج ماركه ودايرين عليهم عروض قرب كاين شي محلات دايرين عروض يا سلام بوي فرانك حل دايرين مزيان حالة تموين بوي فرانك يجي واسع بوي فرانك بوي فرانك انا نقول لكم الثمن ديالو هذا كان دايرين عليه عرض ها هو غادي تبان لك كتابه مقلوبه المهم 25 درهم اونس شحال هي المغرب ديالو 16 بحال قلتي شي 65 لا المهم بحال هكا بحال قلتي شي بحال هكا بحال هكا هادي بيجاما هادي غاحسبو مع الهاي الثانيه البيسه الثانيه ديال اشهر هذه البيجامه هذه كنت حتى جبتها وعاد قريت عليها مكتوب عليها سلام سليم اونلاين اونلاين هذه هي انا اللي كيف هما لونجلي يمكن لخصوها مزيان ونكتبوها ترجع 18 ياك شنو هي هذيك؟ اش شريتها؟
هذه حيت شريتها البارح، كاين شي هادو شريتهم البارح حيت لها هذه لبستها داكشي علاش حيتها التيكيطه. هذه حيت التيكيطه اللي لبستهاش، هذه تي الشورت جايه سامبل فيها القطه، يعني جايه سامبل كتلبس مع واحد الجاكيطه دابا شي مع جاكيطه جين ولا شي فيست، ما غنوريك مع جاكيطه بزاف مع شي شو شي مع ثلاثه محسوب. قالت لك انا اللي شريت بزاف. لا قلتش انا، قلت لك كون ديت عليك كون شريت اكثر من هكا، حيت اللي شفتيها كتقول لي شريها. هادي تاهي تي الشورت، تاهي كتلبس من تحت هادي من تحت جاكيطة ولا جاكيطة جين ولا انا نوريكم الحفص اللي حديت اللي عجبتني وغادي تجي معاها. ها هي بحال دابا هكا، واخا راني خديت لها باش نلبسها حتى تجبديها لهم حسن حتى هادي غاتجي. هانت ما غاديش تبان لكم، ما غاديش تبان لكم الفيست، ولكن غنحط لكم واحد التصويره هنا ولا هنا ولا غدوز دابا فاش قيستها في المحل في الاخر في المحل صورت واحد التصويره مهم غير باش تاخذوا عليها الفكره. هادي كان عليها سميتو كان السعر ديالها الحقيقي كان شحال كان بقي 150 ودابا 85 باش دينا كاين يعني دينا 50% ديال التخفيض. هاد الاخرى هاد لي تيشورت هادي 12 درهم 12 درهم غير بس هي 12 درهم واقيلا هي ديك الزقه، ديك الزقه هي 12 درهم معقولش. هذا كابيتشو حتى هذا هذا كيجي زوين مع انا اللي دايره الحجاج مع صايا كحله جمعها زوين. هاي رب القلب هذا 25 درهم. انا كنقول لكم الاسمنه غير باش تعرفوا الاسمنه ديال هنا الحوايج هنا بشحال كيديروا لحقاش انا كيديروا واحد العروض خيالي يعني حاجه ماركه غاليه. هما الاكس خصوصا ديالنا غير كتكون مناسبه مثلا عيد ولا شي حاجه كيديروا تخفيضات وتنزيلات بزاف. حنايا غير كيكون العيد عاد كتمشي كتلقى كلشي غالي كلشي زايد، ديما كنقول لكم ما تخليش حتى يقرب العيد عاد تشري الحوايج هنا، لا هنا حتى يقرب العيد عاد تشري الحوايج باش كيكون التخفيض. هذا عجبني هاي اللي قلت لها انا اللي شريت انا اللي خسرت هذا هو اللي انا عجبني ولكن ما كنتش باغا شي هو لصق لي فيه. لا خذي خذي جاي سامبل وفيه هذا لاصقين فيه هاد اللعيبات. هذا جا زوين حتى هو مع هاد الفيست راهو. هادي هي كتزلق وريها اصبر نقادها باش نشوفو كيجي جمع هذا عند عندك التصويره تيشوفها راني غنبرد التصويره ونشوف هي دابا ما يلبس هبطي شويه بحال ديال اصلي اللي كيتفرجوا في الافلام ديال اصلي. اصلي ولا سميتو سميتو اصلي سميتو اصلي هادشي اللي شريت انا هادشي اللي شريت شحال مدوز ها واحد ها جوج ها هو هادي تاهي هاد الكسيوة هادي تاهي شريتها هادي يلاه شريتها البارح هادي زعما شريتها العيد راه غتكونو شفتوني هادي خديتها ب 35 درهم راه المهم هي سهلة ولكن عجبتني وها 8 هادي غادي تشوفوني حتى هي راه حطيت لكم واحد التصويرة 8 وشريت 16 واخا نزيد شوفو حوايجي كلهم كحل هانتوما شريت السوا سليم كحل انا كان في الدين استراو السنين كحل بزاف وشريت حتى هذه هذه عسكريه لون عسكري الا ما بدلكمش حتى هي شريتها زوينه ها جوج وشريت هذه بالنسبه للستروا الكحل وكان لبسها مع قميجة بيضاء من الفوق لا قميجة كحل جات معها زوينه هذه يلاه شريتها هذه يلاه شريتها جايه هذه واعره عليها يعني نوريكم كيفاش كتجي مثلا حتى هذه جات معها يا هي اللي خصاصة ماشي انا
هذه انا اختاريتها كونفرسا راه كبير. هذه ماشي تاع تو ما معرفش ماشي تاع تو كاينه كنت مش حاجه اللي جيها شي سيت هاي رجع هاي لا صافي صافي راه باين هذه يعني خاص نديسها ب 55 يعني 50% اللي نقصوا يلا رجعتني 55 يعني ضربه في الدم. هذا السروال هذا هذا السروال كان ديسو تا هو ب 50 درهم 60 70 درهم يا 70 درهم 70 درهم وكان خاصنا يعني كاينين عروض داك الشيء. هذه اللي شريت رخيصة واقيلا ب 20 درهم 20 درهم هذه خصني انا اللي خديتها وهذه 18 عجبتني وطلعت ب 18 صافي شريتها. وشي هذا الصبر ديالها شريتها ب 45 45 المهم هنا الصراحة الحوايج رخاصين يعني في العيد كيديروا داك الشيء عروض مزيانين وشي زعما كيكون داك التخفيضات بزاف بزاف. المهم نكونو وصلنا للنهاية ديال هاد الفيديو ياك اشواق. المهم اخوتي نتمنى يعجبكم الفيديو وما تنساوش غير ديروا الاشتراك وتفاعلوا معنا يعني اشتركوا معنا وراش القناة ديالنا شوية نزلات وكنتمنى باش تفاعلوا. ما بقيناش كنصورو الصراحة فاش ما كت راه كنا غنحطو في بداية الطريق وما كنصوروش بيان سور غادي كنا غنحطو جوج اليوم ساعة بزاف هاد المناسبة بغينا نصوروكم الفلوق عادي تحط موراه الفيلم ان شاء الله. بالنسبة لهاد المول اللي مشينا له غادي تشوفونا مشينا في الطريق وكذا راه ماشي خارج من المدينة يعني ماشي مشينا شي بلاصة واحدة أخرى راه في نفس المدينة غير هو بعيد شوية. وهاد المول هذا هو أكبر يعني أكبر مول كاين هنا في العين وأقدم مول أقدم مول المهم كبير صراحة ما درناهش كامل. المهم أنا عييت صافي درنا شي ناقصنا نرتاحو شويه يلا بس خوتي تحيه.